الحكم التكليفي الشرعي في مسألة غرس الأعضاء الآدمية، يعني نقل عضو آدمي من جسد إنسان إلى آخر باستخدام الأصول الطبية بغرض العلاج والاستشفاء وغير ذلك. أولا، لا خلاف يعلم بين الفقهاء في الجملة على أمور ذات صلات وعلاقات بهذه المسألة. واحد، جواز نقل أعضاء وأنسجة تتجدد مثل الدم والحليب والجلد والشعر وما أشبه، إذا كان هذا النقل لا يؤدي إلى أي ضرر بالمنقول منه ولا المنقول إليه. 2، حرمة نقل الأعضاء التي بها قوام الحياة للمنقول منه والتي يؤدي نقلها إلى الموت كالقلب وما أشبه. 3، حرمة نقل أحد الأعضاء الثنائية التي يصير المنقول منه ناقصا ومشوها مثل العينين والأذنين وما أشبه. 4، حرمة نقل عضو من الأعضاء التناسلية والتي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين والمبيض وما أشبه. 5، تحريم بيع الأعضاء الآدمية لأن جسد الإنسان ليس محلا للتعاقد. نؤكد على هذه القضية أن بعض الباحثين المعاصرين أجاز والبعض منع، ولكن اتجاه المنع قال به طائفة من أهل العلم بالأزهر الشريف منهم أصحاب الفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الدكتور عبد العظيم المطعني، الدكتور شاهين لاشين، الدكتور الطبيب البروفيسور عبد السلام السكري، ومحدثكم الدكتور أحمد محمود كريمة. وهناك أبحاث موثقة لهذا المنع. مستند المنع يعني منع غرس الأعضاء الآدمية سواء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي، من المقرر حق الإنسان في تصرفات ومنافع جسده حق أصلي مستحق له مثل الأكل والشرب والنوم، وحق الإنسان في سلامة جسده من الحقوق التي يجتمع فيها حق الله عز وجل وحق العبد، مع رجحان حق الله عز وجل ومؤدى إذا جاز للإنسان أن يسقط جزءا من الحق الخاص به فإنه لا يجوز له أن يتصرف في جسده إلا ضمن أحكام الشرع، لأن حياته ليست ملكا له، فهو لم يخلق نفسه وإنما نفسه وديعة عنده استودعه الله سبحانه وتعالى عليها، والإنسان مؤتمن على جسده، عليه إحسان التصرف بهذه الأمانة ليتحقق ما يصلحها ويتجنب ما يفسدها، فلا يجوز للإنسان الإسقاط أو التنازل عن الحق، ونص على ذلك علماء الشريعة الإسلامية في مصنفاتهم، منها الإمام السيوطي، أنا سأختصر، وسلطان العلماء العز بن عبد السلام، والشيخ أبو وهاب خلاف، وتأسيسا على ما ذكر وما يماثله وما يناظره وما يشابهه، إن الحق في سلامة الجسد الآدمي من الحقوق التي يجتمع فيها حق الله عز وجل وحق العبد، وحق الله تعالى غالب.